نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي المتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة واللي بيتابع التدريبات في هذه اللحظات. يا شريف أهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله يكون بكره او تكون بكره مباراه الاهلي ومقرون العرب على استاد القاهره في 8 مساء ثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي علشان خاطر يعمل ارقام قاسيه كالعاده في الفترات الاخيره مع النادي الاهلي باذن الله. شريف، كيف كانت الاجواء في مران الاهلي الثاني تحت قياده مستر بيتسو موسيماني؟ قول لنا التفاصيل. يمكن الجديد ان دلوقتي تتكلم دلوقتي في بقى لنا حوالي ساعه الا خمس دقائق بالظبط، يمكن من خلفي لاعبي النادي الاهلي من الساعه 4:30 يمكن كانوا في قاعه المحاضرات مع مستر طبعا موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ومحاضره فيديو للاعبي النادي الاهلي ومحاضره واتكلم فيها مع اللعيبه. يمكن بدات 4:30 يمكن حالا لسه من خلفي بداوا او بدا لاعبي النادي الاهلي ينزلوا الى ارض ملعب التتش. يمكن بتتكلم في ساعه يمكن الراجل بيتكلم مع لاعبي النادي الاهلي عرفهم طبعا على نقاط القوة والضعف مع فريق المقاولون العرب واتكلم يمكن في أول المحاضرة قبل الفيديو عن سيستمه الفترة القادمة مع النادي الأهلي. بدأ يقرب أكتر مع لاعبي النادي الأهلي، يعرفهم أسلوبه، يعرفهم الفترات القادمة ممكن يبقى الشكل بتاعه في المعاملة عامل إزاي، بيحاول يوصل لاعبي النادي الأهلي كل اللي الراجل محتاجه في الفترات المقبلة اللي هجتهد في التمرين هيكون لي تواجد معايا في المباريات، لازم التمرين تقدم نفس قوة المباريات. كل دي لغه الكوره على فكره عشان ما حدش برضه يقول احنا ما كناش معاهم جوه في المحاضره، بس دي لغه الكوره. كل مدير فني بيبقى عاوز فكره اللعيب يعرفه اكتر بسرعه، كل مدير فني بيبقى عاوز الجمل اللي يحفظها في التمارين تلاقيها تاني يوم في المباريات. يمكن اي مدير فني طبعا بيبقى المدرسه دي بالنسبه له حاجه اساسيه، فانا بقول لك النهارده لما نقعد ساعه في محاضره لا، الراجل بيعرفهم اسلوبه، بيعرفهم الشغل بتاعه بيعمل ازاي الفترات المقبله. وفي اخر محاضره كان في جزء كبير لفريق المورين العرب طبعا عشان يتعرفوا على نقاط القوه نقاط الضعف، ويمكن التمرين هيبدا دلوقتي. يمكن العشاء كان المفروض 7:30 هيتاخر شويه، هيبقى بس الساعه 8 مساء في فندق الاقامه اللي هيكون في التجمع الخامس طبعا تباعا بقى بكره بمرورا بيوم النادي الاهلي. عندنا غيابات كتيره، عندنا مشكله في المدافعين في السردباكات، عندنا مشكله في الباك ليفت، الراجل هيحلها ازاي هنشوف النهارده في تمرين. والناس كلها بتقول التمرين مغلق، لا خالص، التمرين النهارده مفتوح لكل اعضاء النادي الاهلي، وامبارح برده التمرين كان مفتوح لكل اعضاء النادي الاهلي، ويبدو ان الراجل لسه مش هيقفل التمرينات دلوقتي. يمكن عاوز يقرب اكتر من اعضاء النادي الاهلي، عاوز يقرب اكتر من جماهير النادي الاهلي، فراجل ذكي بيتعامل كويس مع الجماهير، بيتعامل كويس مع الاعضاء، بيبقى حريص حتى في وجوده النهارده او في دخوله النهارده. كنت حريص اشوف الراجل بيعمل ايه مع اعضاء النادي ومع كل واحد بيطلب يتصور معاه، الراجل كان بيقف في كل تواضع ويتصور، ما بيقولش لحد لا، حتى لو العدد زاد عن 20 30 واحد ما بيزهقش، بيقف يتصور مع الناس، ما بيحرجش حد خالص. يا رب باذن الله يكون موفق مع لاعبي النادي الاهلي وتكون البطولات او بطوله افريقيا بالتحديد هي اول بطوله لي مع النادي الاهلي. زي ما قلت لك التمرين هيبدا الان، هيستمر حوالي ساعه وربع بكتير. النهارده تمرين خفيف عشان طبعا ليله مباراه الاهلي ومورين العرب، وباذن الله بكره الاهلي يكون موفق ويحصل ثلاث نقاط جداد تضافوا الى رصيده. معاك زميل امير لو في اي استفسار. عايز اتكلم معاك يا شيف بخصوص الاصابات والغيابات على النادي الاهلي في مباراه الغد ومدى اهميه هذه المباراه بالنسبه لمستر موسيماني قبل الفتره اللي جايه المهمه جدا، وهو اكيد مدرك طبعا ان اهم المباريات واهم التحديات هو التحدي الافريقي ومباراتي الوداد، كيف سيستعد لهذه المباريات من خلال مباراة الغد؟ وطبعا بالإضافة لسؤال الغيابات يا شريف. طبعا بلغه الكره زميلي امير خليني اقول لك يمكن مدير فني لسه جاي بيقود تاني تمرين النهارده وعنده مباراه بكره، من الصعب تحكم او يشيل نتيجه المباراه اذا كان الفوز او اذا كان لا قدر الله في اي حاجه تانية غير الفوز. ولكن الراجل بيجتهد، الراجل هيحاول يوصل فكره في اقل يعني في مده بسيطه جدا للعيبه، اللعيبه تتقبل فكره في يومين ثلاثه. بلغه الكره صعب، ولكن هو هيحاول عنده غيابات كتيره جدا، عنده مشكله في السردباكات، عنده مشكله في الباك ليفت، هيتفاداها ازاي؟ المباراة اللي فاتت كان حمدي فتحي بنشوفه في مركز جديد او مركز السيرد باك، طب النهارده او بكره ممكن نشوف محمد هاني في مركز السيرد باك، ونشوف في الباك رايت مثلا احمد فتحي او العكس، ممكن نلاقي حمدي فتحي تاني في وسط الملعب. طب انت عندك ايمن اشرف هيلعب باك ليفت ولا هيلعب سيرد باك؟ هيلعب محمد شكري الواعد يمكن الناشئ طبعا الصاعد اللي بيجتهد وبيأدي او بيظهر بشكل مبشر جدا مع النادي
الاهلي ومع فريق النادي الاهلي ممكن يكون ليه بكره تواجد في مركز الباك ليفت. هنشوف النهارده كل ده هيبان في التمرين النهارده اللي هيكون الان. يمكن النهارده الراجل من خلف لاعبي النادي الاهلي هيتكلم معاهم دلوقتي ويبدا بقى يشوف التكتيك اللي هيلعب بيه بكره، يشوف التقسيم اللي هيلعب بيها بكره. باذن الله الغيابات كتير، ولكن الاهلي بما انحضر واحنا اتعودنا والنادي الاهلي عودنا في الفترات الاخيره اي لعيب بيلعب للنادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي اذا كان ناشئ او اذا كان لعيب كبير بيأدي وبيجتهد وبيحاول يثبت نفسه طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. باذن الله الغيابات مش هتاثر خالص على فريق النادي الاهلي. جيراردو النهارده كان جايب حقيبته ويمكن خلاص بيستعد الى السفر عشان ينضم الى منتخب انجولا. فبقول لك الغيابات حدث ولا حرج، ولكن هي دي عاده النادي الاهلي كل 3 ايام ماتش. الاصابات يعني اصابات كتيره جدا عندنا في الفترات الاخيره مع تلاحم مباريات، ولكن هيكون المضرور في الاخر طبعا هو منتخبنا الوطني. باذن الله الفترة الجاية تكون كلها يعني خير، يا ربنا يبعد عنا الإصابات. الإصابات عندنا مباراة مهمة جدا في أفريقيا يمكن في هذا الشهر، بإذن الله رب تعدي على خير والإصابات نقدر نعالج، خصوصا خط الدفاع اللي بيتصاب. يمكن الإصابات يمكن كتير قوي، فربنا يسهل بإذن الله ويكون اللي جاي أحسن بإذن الله. طبعا لاعب النادي الأهلي من خلفي يمكن معاك زميل أمير. تفضل تفضل. فبقول لك ربنا يكرم باذن الله، ما يكون الفتره الجايه باذن الله مفيش اصابات، كفايانا كده اصابات بقى خلاص يعني باذن الله عشان الفتره الجايه باذن الله كلها نقدر نسعد كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبي.